دكتوره. ايه دي؟ اغسلني بالنبي. مش هسيبك والله مش هسيبك. دكتور انا هموت صح؟ لا مش هتموتي. هنعمل لها تحليل سريع قبل ما نحجزها. هتحجزها ليه يا دكتور؟ دي حامل. الطفل مشوه. لازم نعمل لها عملية كحت أحسن تتسمم وتموت. لا أنا مش هعمل تحليل، أنا عايز أمشي. عايز أمشي دكتور. ليه تحليل لأ؟ بتعطي مخدرات؟ وأنت مال أهلك؟ أه بشم كمان. أنا مال أهلي؟ طب إيه رأيكم أنتوا الاتنين هتعملوا تحليل؟ ولا أنده لكم الأمن؟ طارق انت قسما بالله لو قربت من اي حد فينا انا هشوه لك وشك. هتروح بيها فين؟ هتموت. اخلص مالكش دعوه يلا. مش 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 قادره يا طارق، مش قادره مش قادره. اسمع كلامها، لو اتحركت هتموت. العيلة اللي في بطنها هيسممها. يلا بقول لك امشي امشي، هيحبسوك. هبقى تمام، انا هبقى تمام. هاتوا الحالة بسرعة، دي لازم تدخل أوضة العمليات حالا. مرة مرة والنبي أقول لك حاجة، شوفي في المستشفى هبقى في لوكيشن حالا، والنبي مرة ما تتأخريش، أنا عارف إنك بميت روحي. شكرا يا دكتور. العفو. لو عوزت اي حاجه انا في مكتبي. عن اذنك. اتفضل. خير يا دكتور؟ الجنين للاسف نزل ميت. العمليه بسيطه، كانت كحت. الناس بصراحه عملوا اللي عليهم. البنت كويسه بس للاسف عندها مشاكل تانيه. مخدرات مش كده؟ سيبتي مورا اخت طارق صح؟ اه يا حبيبتي. هو طارق فين؟ خاف حد يمسكه، هرب من هنا. هرب فين؟ انا عايزه الحقه. ها معرفش.